السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو اللي هنتكلم فيه النهاردة عن مهاجم النادي الأهلي المنتظر أنا أحمد زايد، وانت اللي بتسمعوا البرنامج بتاعي على قناة اليوتيوب. يلا بينا نبدأ. في الفترة اللي فاتت كان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عنده تطلع معين لمهاجم بمواصفات معينة، وشايف ان المهاجمين بتوع النادي الاهلي مش قد المسؤولية، او شايف ان المهاجمين دول مش هم اللي يقدروا ينفذوا الطلبات بتاعته داخل المستطيل الاخضر، وبالتالي طلب من ادارة النادي الاهلي قبل كاس العالم للاندية ان هم يتفاوضوا مع مهاجم بمواصفات معينة. وكان ابرز المهاجمين اللي على الساحة اللي ينفع النادي الاهلي يتفاوض معاهم هو جاكسون موريكا اللي بيلعب في الدوري التركي، ولكن لسوء الحظ ولأحداث كتير قوي النادي الأهلي دخل كأس العالم للأندية من غير ما يتعاقد مع مهاجم، وبالتالي فضلنا بنلف في نفس الدايرة وانتهى كأس العالم وخدنا برونزية ودخلنا تاني على الدوري وبدأنا نلعب في الدوري وبطولة أفريقيا وهكذا. وفي نفس الوقت فضلت المشكلة الكبيرة اللي عند مارسيل كولر لغاية اللحظة دي هي المهاجم اللي هو بيلعب، اللي هو يكون مهاجم النادي الاهلي في تشكيلته الاساسيه. مؤخرا لجنه الكوره برئاسه الكابتن محسن صالح بعتت تدهات للاعب المغربي رضا سليم مهاجم نادي الجيش الملكي المغربي، وهو لاعب ممتاز جدا وامكانياته حلوه جدا وكل حاجه، ولكن مارسيل كولر رفض رفض تام ان هو يبص على اي حاجه تخص المهاجم الا بعد نهايه الدوري. النهاردة طلعت اشاعات تانية بتتكلم على ان النادي الاهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع مهاجم فرنبخشة. مهاجم فرنبخشة اللي هو التنزاني موبانا ثماتا، النادي الاهلي كان زي ما قلت لك هو بيحاول ان هو يدور على مهاجم قوي عشان خاطر يقدر يقود هجوم الفريق في الفترة المقبلة. كمان اللاعب موبانا ثماتا ده كان بيلعب في جنك بلجيكي، وهو مش عايز يكمل مع فرنبخشة، وشايف ان عرض النادي الاهلي عرض مميز بالنسبة له، والمفاوضات بين اللاعب وبين النادي الاهلي في الوقت ده ماشية بشكل كويس جدا وبتتقدم بشكل ايجابي. المهاجم التنزاني لعب مع جنك بلجيكي 36 مباراة في الموسم اللي فات، سجل 6 اهداف وصنع جون واحد. كان بيلعب مع مازيمبي الكونغولي ولعب معاه 40 مباراة، سجل 19 هدف وعمل 7 تمريرات حاسمة، ولعب برضو مع أستون فيلا الإنجليزي في 2020 ولعب 16 ماتش وسجل هدفين. عقده مع فرنبخشة لغاية صيف 2024، وبتبلغ قيمته السوقية حوالي 2.5 مليون يورو. هل هو ده يبقى هو المهاجم اللي مارسيل كولر محتاجه في الفترة اللي جاية؟ وكنت انا اتكلمت قبل كده في فيديو سابق عن ان رونالد سليم ما اعتقدش ان هو هيبقى مفضل لمارسيل كولر، لان كل المواصفات اللي كولر كان طالبها كان بالصب يعني في مصلحة مهاجم افريقي. المهاجم ده بروفايله كويس نوعا ما، عنده امكانيات كويسة، اتوقع ان هو ممكن يكون المهاجم الكولر بيفكر فيه، لكن هيحصل ولا مش هيحصل خلينا نشوف بعد نهاية الدوري زي ما كولر عايز. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.